انطلق رجل من أخبث اليهود وكانت نهايته سيئة ويستاهل، اسمه حيي ابن أخطب. مشى لبني قريظة، كان عندهم حصن شرق المدينة وكانوا معاهدين النبي عليه الصلاة والسلام على حماية المدينة. طيب حيي ابن أخطب طرق الباب على كعب ابن أسد القرظي، وده سيد بني قريظة. أول ما طرق عليه الباب قفل في وجهه الباب، قفل الباب في وجه طواله، قال يا كعب أريد أن أكلمك. قال لا، قال إنك امرؤ شؤوم، التزول بتاع شوم. فلا زال يطرق الباب أبا يفتح له كله. شوف اليهودي خبيث كيف، والزمن ده في ناس كتار شغالين شغل اليهود كويس. شوف اليهودي خبثه، قال له يا كعب إنما عندك طعام، لا تريدني أن أشاركك طعامك. قال لي أنت ما عندك معي مشكلة، لكن قاعد تأكل وما دارني بس أكل معك. استفزه، قام فتح له الباب، دخل عليه، قال جئتك بعز الدهر وببحر طام. البحر الطام يعني الجيوش الهادرة. قال لي جئتك بجيوش قريش في أسيادها وفي جنودها. قال له كعب بن أسد وكان عاقلا، قال له مع كفر ده كم فاهم ده داري صلى شنو، قال له بل جئتني بذل الدهر وبالجهام. الجهام ده السحاب اللي فيه رعد وبرق وما فيه شو، ما فيه مطر. قال له ده الجهام ساي، ده ما فيهم حاجة. لم يزل به حتى نقض العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم كويس. وكعب بن أسد في الأول قال له ما رأيت من محمد إلا الصدق والوفاء، كيف ننقض العهد؟ نقض العهد. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بالخبر فأرسل إلى بني قريظة، أرسل السعدي، سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة وعبد الله ابن رواحة وخوات ابن جبير، الأربعة دين رسلوا. قال لهم استقصوا الخبر، ولما تعودوا إن وجدتم خيرا فقولوا، يعني لو لقيتوا الخبر كويس بنو قريظة ما نقضوا العهد قولوا لي عدي ما نقضوا العهد. قال وإن رأيتم غير ذلك فالحنوا لي لحنا، ما تكلموني عدل، الدنيا عبارة فمانة ما يفهموا بقية الصحابة. قال ولا تفتوا في عضد القوم، ودي سياسة عجيبة، شان انت بتواجه قتال وحرب ما تهزم الجيش بتاعك نفسيا. قال لي ما تكلموا، كلموني براي بس. اول ما جوا راجعين قالوا يا رسول الله عضل والقارة. العبارة دي معناها اليهود عملوا ما عملته أصحاب عضل والقارة اللي كانوا خبيب رضي الله عنه، يعني غدروا، المعنى غدروا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فاستغشى بثوبه، اتغطى بثوبه ورفع راسه، قال يا أيها المسلمون أبشروا بنصر الله. شوف يرفع المعنويات في وقت كيف، وقت الناس مهزوزة نفسيا يرفع المعنويات، قال أبشروا بنصر الله. الوقت ذاك يا أخواننا ده وقت بتاع بلاء عظيم، زي ما ربنا قال إذ جاءوكم من فوقكم، الأحزاب جاي جنب الخندق ومن أسفل منكم، ده اليهود بني قريظة. وإذ زاغت الأبصار، الوقت ذاك اشتد بالصحابة شدة عجيبة. ففي ذلك الوقت والحصار دام على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة 24 يوم محاصرين، مع إنه بيحفر في الخندق 15 يوم. شوف 15 يوم من الجوع ومن التعب وحصار 24 يوم، اشتد بالمؤمنين شدة عجيبة. بعد ذلك استعصى عليهم الخندق على المشركين، فخرج فوارس، 5 فوارس من المشركين على رأسهم عمرو ابن عبد ود العامري، ومنهم
هبيرة المخزومي، ومنهم نوفل، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل. كويس، دي الفوارس. منهم درار ابن الخطاب، ده الخامس، وده ما أخو عمر بن الخطاب، ده درار واحد تاني شاعر من الشعراء. دين من أشرة الفوارس في قريش. مرقوا طوالي قالوا دارين النزال، فوجدوا مكان ضعيف في الخندق، فاقتحموا بخيلهم وعبروا الخندق، وكانوا أمام المسلمين خمسة فوارس بس. أشرتهم عمرو بن عبد ود العامري، زول سيء الخلق وفارس قوي جدا، وقف أمام المسلمين وقال من يبارز؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتدب له مجموعة منهم علي بن أبي طالب، فخرج إليه علي، وعلي بن أبي طالب كان صغيرا في السن، فقال قال من أنت؟ ذاك بيسألوا، ذاك طبعا قال أدب، قال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال ابن عبد مناف؟ قال نعم. قال أرسل لي أعمامك، أنت صغير، أرسل لي أعمامك الكبار. قال ولكني سمعت يا عمرو بن عبد ود، دار يستفز علي بن أبي طالب، سمعت أنك قلت ما من أحد من قريش يخيرني بين خلتين، يعني بين أمرين، إلا اخترت أحدهما. قال لي أنت قبل كده قلت لو في زول خيرني بين أمرين أنا بختار واحد مني. قال وأنا أخيرك وأدعوك إلى الله وإلى رسوله إلى الإسلام، ده الخيار الأول. قال ما لي بذلك من حاجة، ماذا إلى الإسلام؟ قال قال إذن النزال، أنزل معي الحرب المبارزة. استفزوه، فأخرج عمرو بن عبد ود سيفه كأنه شعلة، طلع سيفه كده زي النار، وضرب عليا في رأسه، واتقى علي رضي الله عنه بالدرجة، رفع الدرجة التغذية، فقطع السيف الدرقة حتى وصل إلى رأس علي رضي الله عنه، لكن الضربة بسيطة. كويس، وتعالج، اعتلج ساعة من الزمن، والأرض أرض سبخة، سبخة يعني رملة، وعلى الغبار ساعة كاملة، الناس شايفين الغبار لكن هو بيحصل شنو ما شايفين، ساعة كاملة. بعد ذلك ضربه علي رضي الله عنه في الترقوة حتى وصل السيف إلى المرقة، من السيف ده دق من فوق من ترقوة هنا، شقاه لحد المرقة بمحل القاش هنا نص الزول، شقاه نص كده ده. قالوا وسمعوا تحت الغبار علي رضي الله عنه يكبر، فعرفوا أن ذلك الكافر قد مات، انتهى منه تماما. أما الثاني اسمه نوفل، ده وقف برضه داري قاتل، البقية جروا حتى عكرمة ابن أبي جهل، وكان وقت ذاك مشرك، جدع الرمح بتاعه جرى لما شاف الشغل صعب، ده عمرو بن عبد ود من أشرس الفرسان، شقون نص، انت راجل شنو ثاني جرفات. الثاني نوفل خرج إليه الزبير بن العوام، ضربة واحدة ما زاد له، واحدة بس، قالوا حتى أخرج السيف منه فلا، السيف لما بيجوا يمرقوا حتة حتة كده ما دا يمرق منه ذاته، شق النص. الزبير بن العوام ده أمه صفية، كده خليك من الزبير الراجل، أمه صفية رضي الله عنها كانت في حصن لبني حارثة، في نفس المعركة، في حصن لبني حارثة، شافت لا يهودي برا برا الحصن. كويس، فقالت لأحد الرجال، قالت له امرق لليهودي ده برا بجاي. كويس، فقال ما انا صاحب ذلك. قالت فحجزت عن وسطي، ربطت نصها تمام، واخذت عمودا، شالت لها حديده ومرقت له برا. صفيه رضي الله عنها كانت قويه، مرقت، قالت فضربته حتى قتلته، ولولا اني امراه لاخذت سلبه. قالت والله كان دار ملصه اشيل الحاجات، لكن انا مره وعيب المره تملص الراجل. صفيه رضي الله عنها ولدت الزبير، الزبير ده كان بشق الجيش وبيجي راجع ثاني، وضرب في كتفه ضربه، عبد الله بن الزبير قال من شده ما الضربه دي غريقه في كتفه، قال كنت العب فيها،
بيلعب بيده جوه الضربه دي افرق يا اخوان. هذا الناس رجال، شوف الدين هذا الرجال. اكلمك النصيحه، اكان انت تقدر تقتل حيلك ها وترقد في البيت وعامل فارغ تنصر الدين كذاب سا يا زول. الدين ده ده الرجال صالحين رجال عديد يا اخي. اتخيل معي مع شده هذا البلاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا اتكلم مع يهود غطفان وابرم معاهم معاهده، قال لهم اعطيكم ثلث ثمار المدينه على ان ترجعوا. ده 6000. قال لهم بديكم ثلث ثمار المدينه بترجعوا، خلاص بزقوا على التوقيع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباده، شاوروا. فقال له سعد، يا اخي سعد ده عجيب. قال سعد يا رسول الله، أهذا أمر نحبه فنفعله أم هو أمر من الله؟ ده رأي بيشاورنا نحن حاجة كويسة معنا نعملها ولا ده من الله؟ قال إنما أمر رأيته. قال يا رسول الله، إنا وهؤلاء القوم كنا نعبد الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما كانوا يطمعون في تمرة من ثمار المدينة إلا بيعا أو قرا. يا بيعنا بيع له، يا قرا نكرمه إكرام الضيف ساي. لكن قال لهم بيطمعوا في تمرة واحدة. قال له أفحين أكرمنا الله وأعزنا بالإسلام وبك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. شوف الكلام يا أخوانا، الناس محاصرين واليهود نقضوا العهد ده كله. قال له والله لا نعطيهم إلا السيف، سيف بس. دي رجال عجيبة يا أخي. الصحابة لما تربوا على صفاء العقيدة قويت قلوبهم. زول يا اخواننا ما ربى بيشرك وبخاف له من شيخ، وده مدفون بيجاي ودلقان معلق وبخاف من القبور، ده ما بينصر دين. تنصر دين بعقيدة نظيفة. صحابة ده لما يتربوا زي ده يا أخي، ده الرجال رجال ما عادية ذاته يا أخي، هذه شجاعة مفرطة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم، وأن يلحقنا بهم في الجنات العلى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد.